بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولذلك ينبغي مراعاة المصالح والمفاسد في كل حركة الإنسان، كل حركة للإنسان لابد أن يحسب المصلحة والمفسدة، وإذا رجحت المفسدة على المصلحة لم يكن العبد مأمورا به، يعني حتى لو كان في أمر من الطاعات لكن فعله يؤدي إلى مفسدة أعظم من الطاعة، فإنه في هذا الوقت لا يكون مأمورا بهذه الطاعة، لا يكون مأمورا بهذه الطاعة لأنها تؤدي إلى حصول مفسدة أعظم منها. والشرع جاء بتقليل المفاسد وليس بتكثيرها، وليس بتكثيرها، الشرع جاء بتقليل الشر والفساد وليس بتكثير الشر والفساد. فإذا كان يترتب على الفعل فساد أكبر من هذا الخير الذي تحققه أنت بفعلك، يبقى ينبغي أن تكف عن هذا الفعل ولو كان خيرا وأنت لم تكن مأمورا به، لماذا؟ لأنه يترتب عليه فساد، أو يفوت مصلحة أعظم منه، يعني أنت تكون تفعل الطاعة هذه وتفوت مصلحة أعظم من إيه؟ من فعل هذه الطاعة، ففي هذه الحالة لم تكن مأمورا أنت بتحصيله وينبغي أن تكف عنه، وينبغي أن تكف عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كان يطوف بالكعبة وحولها الأصنام، لم يكسر صنما ولم يطمس رسما من على الكعبة، كان يطوف بها وحولها الأصنام. لماذا؟ لأنه تكسيره للصنم هيؤدي إليه إلى مفسدة كبيرة جدا، إلى مفسدة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يقاتل المشركين، مع أنهم قتلوا سمية وقتلوا ياسر وعذبوا خباب وعبد الله بن مسعود، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عذبوه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عذبوه، ولم يشهر النبي صلى الله عليه وسلم في وجههم سلاح، بل نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم، يكف اليد في هذه. لماذا؟ لأنه إذا قاتل في هذا الوقت هذا يؤدي إليه، هذا يؤدي إلى إزهاق أرواح المسلمين ويؤدي إلى قتل الدعوة في مهدها، وهي دعوة ناشئة وليدة ما زالت في حالة النمو في بدايتها، وأن تصادمها مع خصوم الدعوة يؤدي إلى القضاء عليها وإلى إزالتها وإلى إبادة هذه الدعوة، هذه مفسدة كبيرة جدا. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ونهيك عن المنكر غير منكر، ونهيك عن المنكر غير منكر. وكان شيخ الإسلام تيمية يمر مع تلامذتي على التتار وهم يشربون الخمر فيريدون الإنكار عليهم، فيقول: دعوهم، هؤلاء إن أفاقوا قتلوا المسلمين، يعني لو فاقوا من الخمر قتلوا ليه المسلمين. إذن هذه معصية أقل من معصية قتل النفس، أقل من معصية قتل النفس. والمؤمن مأمور بتقليل الشر والفساد، مأمور بتقليل الشر والفساد. وحنجد يعني مثلا حدث مثل الذي حدث بالأمس مثلا من تفجير ما حدث عند الكنيسة، هذا ليس فيه مصلحة لا في الدنيا ولا في الدين، لا في الدنيا ولا في الدين، بل هذا يؤدي إلى التضييق على الدعاء، إلى منع الدعاء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من ربما يعني خسائر كثيرة جدا، مكاسب يحققها النصارى من وراء هذا الحدث، وخسائر تعود على المسلمين كثيرة في دعوتهم وفي سلوكهم. وماذا استفدنا يعني من هذا القتل اللي فيه غدر وغيلة؟ يعني هذا نوع من القتل، فيه نوع من الغدر ونوع من الغيلة، يعني ناس يسيرون في الطريق أو في معابدهم أو في شيء من هذا، ثم يحدث تفجير فيقتل من يقتل، ويقتل معه ناس من المسلمين أيضا، ناس من المسلمين. فهذا الحدث ليس فيه مصلحة البتة، بل كله مفاسد، هذا فيه كله مفاسد. فنقول حتى لو كان فيه مصلحة في قتلهم ويترتب عليه هذه المفاسد الكبيرة جدا، هذه المفاسد الكبيرة جدا، هذه قد تؤخر الدعوة سنوات، يعني هذا الأمر قد يؤخر الدعوة سنوات، وهذا سيظهر له بعد ذلك الأثار السلبية التي تعود. هم يحققون من وراء ذلك مكاسب كبيرة جدا، من مساندة الغرب لهم والتضييق على المسلمين في بلادهم، و
طبعا الضغوط الشديدة على الدولة، هز استقرار الدولة في الداخل، لأن هذا يؤدي إلى هز الاستقرار الموجود في داخل الدولة. الدولة إذا حدثت فيها فتنة هذه ستأكل الأخضر واليابس، سيصبح الإنسان غير آمن على نفسه وعلى ولده وعلى زوجته وعلى ابنته وغير ذلك. لو حدث نوع من الاضطراب الداخلي، يعني لو تصبح دولة فيها اضطراب داخلي وما فيش تمكين للأمن على وسيطرة على أفراد المجتمع، هذا معناه غياب الأمن، معناه ضياع للمجتمع كله، يعني غياب تحقيق الأمن للأفراد، ضياع للأفراد. صحيح هو في مظالم كثيرة جدا من الأمن وفي مظالم كثيرة جدا من القيادة، لكن هذه الدولة اللي فيها ظلم هذه أفضل من لا دولة، أفضل من أن لا تكون هناك دولة. يعني هذه الدولة مع ما فيها من الظلم، احنا شفنا صدام حسين قد ايه كان بيحكوا عن مظالمه في الشعب، لكن لما غاب صدام حسين هذا الظالم اللي كانوا بيقولوا عليه انه ظالم وكذا يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، الوضع بعد صدام حسين احسن لاهل العراق ام في عهد صدام؟ يصبح الانسان غير امن لا على زوجته ولا على ابنته ولا على نفسه ولا على ماله ولا على داره ولا على عمله ولا على شيء. والتفجيرات تحدث في الطرق تاكل الأدر واليابس، يعني إنسان يمشي في الطريق كده يخرج الصبح مش عارف يرجع ولا ما يرجعش، الولد يخرج يروح المدرسة يرجع ولا ما يرجعش، يعني سرقة الأطفال وتقطعهم وبيعهم أعضاء بشرية، سرقة الأموال من البنوك من الديار، خطف النساء، خطف البنات وغير ذلك. هذا في مجتمع غير لا يتوفر فيه شيء من الأمن، أي اضطراب في مجتمع يؤدي إلى غياب تمكن أمني حتى لو كان ظالم، لأن هذا الظلم محدود، يعني الظلم بيقع على بعض الأفراد، لكن بيحدث في المجتمع انتظام، في موجود في المجتمع انتظام على أي حد، يعني رغم الظلم اللي احنا بنعانيه لكن احنا شايفين ان الناس بتمشي في الطريق آمنة، يذهب إلى عمله ويرجع إلى بيته آمن على أولاده وعلى أطفاله وعلى كذا. هذا إذا غابت الدولة أو حدث اضطراب في داخلها هذا لن يكون. ثم الأمر الثاني أنه لا يمكن أن نسمع أو يسمعنا أحد في وسط الانفجارات، يعني في وسط الانفجارات ووسط الهياج ووسط الصراع ووسط التقاتل محدش بيسمع لحد. إحنا صوتنا النهاردة في وقت الهدوء والسكون الصوت مسموع، الناس بتسمع هذا الصوت، والصوت بيصل هنا وهناك، وهناك كثير جدا بيدخلوا في الإسلام. يعني النشرة التي نشرت في الأزهر في هذا الشهر فقط أسلم 2500 من في هذا الشهر فقط من داخل مصر، غير الأجانب، من داخل مصر الذين أشهروا مسجلين في سجلات الأزهر 2500 في شهر واحد اللي هو شهر 12 الماضي، 2500 هذا خارج من الإيه، من الأزهر. والأزهر شكل لجنة بعد كده خلاف دار الفتوى، دار الفتوى كان بيجي واحد يقول له أنا عايز أسلم يقول له تشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله، خلاص دلوقتي يعملوا له لجنة في الأزهر وفيها ناس قانونيين ويقعدوا بقى يناقشوه يشوفوه عشان جدية إسلام وكلام يعني. لكن الشاهد إن إحنا في الهدوء نستطيع إيصال صوتنا إلى كل الناس والناس تسمعنا في الهدوء، لكن في وسط التقاتل والصراع والتفجيرات و غير ذلك وهز استقرار البلاد هذا يؤدي إلى فساد كبير جدا، هذا يؤدي إلى فساد. هذا بعيد عن النوع من أنواع الخطاب المتشنج والخطاب العصبي اللي بيصدر من بعض الناس، هذا الفعل ليس فيه مصلحة البتة بل فيه مفسدة كاملة لا يشتمل إلا على مفسدة. ونحن نثق تماما ان هذا الفعل لم يفعله احد من الجماعات الاسلامية، لان جميع الجماعات الاسلامية اوقفت هذه الاعمال تماما في داخل مصر، حتى الجماعات الجهادية كلها اوقفت العمليات داخل مصر. الجماعة الاسلامية يعني نبذت هذا التصرف وهو العنف وهي ملتزمة به التزام شديد جدا. هي أنا نثق انه ليس هناك احد من جماعات المسلمين في هذا. مصر مع ضعفها اللي انتم شايفينه هي الرأس، وكل انظار الناس يعني مشدودة الى مصر،
كل أنظار الناس مشدودة إلى مصر، إذا قامت ستقوم قائمة المسلمين جميعا، وإذا ضاعت سيضيع ملك المسلمين. يعني وذلك كل الأنظار يعني والأخطار تحدق بهذا البلد، سواء كان من ناحية إسرائيل أو كان من ناحية الجنوب في انفصال السودان، أو من الشيعة اللي يحاولون بث الفرقة في داخل البلاد والدعوة إلى الشيعة وإيجاد يعني خلايا في شيعية يعني في داخل هذه البلاد، تحدث عمليات في داخلها. والشيعة يتقنون العمل السري، الشيعة أكثر الناس إتقانا للعمل السري، وقليل جدا ما تكتشف أعمالهم السرية، وهذا لأنه عندهم مبدأ أصلا، يعني العمل السري ده مبدأ، وهو يستطيع أن يتلون كالحرباء تحت مبدأ التقية. تحت مبدأ التقية قد يظهر لك أنه كافر، ليس هناك أحد من المسلمين يستطيع فعل ذلك، يعني يستطيع أن هو يلبس صليب، ويستطيع أن يلبس ملابس القسيس، ويستطيع أن هو يفعل، لا يفعل أحد من جماعة أهل السنة والجماعة لا يستطيع فعل هذا. يستطيع أن يتلون ويدخل الكنائس ويتعبد فيها معهم ليحقق مأرب له. الشيعي يستطيع فعل ذلك تحت مبدأ التقية، والتقية عندهم دين، وهذا غير موجود عند أهل السنة والجماعة، ولذلك هم يتقنون من باب التقية، يتقنون العمل السري. وعلى مدى التاريخ كانت أعمالهم كلها أعمال سرية، سواء كانت دولة الحشاشين ودولة القرامطة، كان دولة الصفوية، الدولة العبيدية، هذه الدول كلها كانت تعتمد العمل السري على في يعني في ديدنها.